إننا نعيش غفلة شديدة عظيمة عن قضية الخاتمة. يا عبد الله، يا مسلم، أقسم برب الكعبة الذي جمعني وإياك، إنك ميت، والله إنك ميت، وإن اسمي واسمك في عداد الموتى، لكن القضية قضية وقت، الله أعلم متى تكون المنية وكيف تكون المنية. يا رب اجعلها على خير حال تحبه لعبادك الصالحين. يا مسلم، لما عاش السلف يتقلبون في ألوان القلق والخوف والاضطراب، لما بكى سفيان الثوري طوال الليل بكى عليه رحمة الله، أتاه أهله لما أصبح قالوا: يا سفيان، ما الذنب الذي تخشاه؟ ما هذا الذنب الذي يبكيك طوال الليل؟ فأخذ ثبنة من الأرض وقال: والله إن الذنوب أهون علي من هذه، ولكني أخشى الخاتمة. قال ابن القيم: وهذا من عظيم فقه الرجل، هذا من عظيم فقه الرجل، فإن الموفق المسدد الذي يفكر بالسبيل الصحيح إنما يخشى أن تخدعه ذنوبه، إنما يخشى أن تخدعه ذنوبه، وأن تترصد به في أعظم ساعة يحتاج فيها إلى رحمة ربه. هل غفر الله لك الذنوب كلها؟ وهل ستر الله عنك العيوب كلها؟ هل ضمنت الخاتمة حتى تعيش كما تعيش، وحتى تأخذ من الدنيا ما تريد؟ هل أمنت أن الله قد غفر